لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا، ازاي ان انت تنزل نسخة ويندوز من على موقع مايكروسوفت، نسخة اصلية ويديك كمان سيريال. انا النهاردة ان شاء الله هنزل نسخة ويندوز سيرفر 2019 وهيديني السيريال بتاعها، كل ده ببلاش. سيب لكم طبعا اللينك بتاع الموقع في الديسكريبشن. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه طبعا اشترك في القناة وشجعني وانضم معانا في جروب التليجرام، هنزل كل حاجة لان في برامج طبعا مش هينفع انزلها علشان بتبقى بكراك وفيها حقوق ملكية. طيب انت عشان طبعا تتم بالحركة دي انت لازم تشوف الفيديو اللي قبل كده اللي هو ازاي تعمل ايميل اديو، اللي هو ايميل تعليمي في جامعة. تمام، انا سجلت وخدت الاكونت ودخلت على الموقع بتاع مايكروسوفت وبعمل لوج ان بالايميل اللي انا عملته قبل كده. ايميل ده بس ده غلط، ممكن نجيب الايميل التاني. نسخة الويندوز سيرفر ده انا سألت عليها من سنة كده، كان بيقول لي حاجة 20,000 جنيه النسخة دي، كانت 2016 كمان مش 19. طيب احنا كده عملنا لوج ان على الموقع بتاع مايكروسوفت ازور بالايميل اللي انا كنت عامله قبل كده بتاع الجامعة. وكده بيعمل كونكتنج لوج ان على الموقع. لا اله الا الله. تمام كده زي الفل، ده الويب سايت بتاع مايكروسوفت. هندخل على سوفت وير. تمام، هنا كل السوفت وير الموجود. هنبحث مثلا عن ويندوز. تمام، ويندوز سيرفر 2019 داتا سنتر 64. طيب من هنا طبعا دي كلها دروب داون مني، ممكن انت تختار منها اللي انت عاوزه، لو عاوز لينكس ماك ويندوز اللي انت عاوزه. ويندوز 64، البرودكت نفسه بقى، انت عايز سكيورتي ولا ديفلوبر ولا اوبريتنج سيستم، بص يعني اللي انت عاوزه. واهم حاجة اللي هو هيديك السيريال، يعني ما تقلق ادعولي بقى. اللي انت عاوزه تختاره، انا عن نفسي انا هختار 2019 سيرفر الداتا سنتر. عندك بقى ويندوز 10 في كل حاجة، داتا سنتر ايوه هي دي كويسة بالنسبة لي. بعد ما تضغط عليها بيظهر لك الصفحة دي، قبل ما تضغط داونلود اضغط على فيو كي عشان تاخد السيريال، ما تنساش النقطة دي مهمة جدا. هتضغط
تضغط على فيو كي هيطلع لك السيريال بتاع نسخة الويندوز دي. تاخد الكوبي وتعينه عشان ما يضيعش منه. ظهر داونلود، بضغط على داونلود وتحمل النسخة. بتنزلها بقى على فلاشة ومنها بتسطب للناس. يعني لو محدش بيعرف ينزل على فلاشة ممكن تقول انا هشرح لكم في فيديو جديد. بنفس الطريقة اللي احنا نزلنا بيها الويندوز نقدر ان احنا ننزل برضو اوفيس 365 فور فري بنفس الايميل. هحطلكوا اللينك برضو في الديسكريبشن. يبقى انت كده نزلت نسخة ويندوز ونسخة اوفيس، الاتنين ليجل قانوني، وقعد اخر اصدار 365. من هنا بقى انت في عندك اس كيو ال فيجوال بيزك، عندك حاجات كتيرة وجميلة يعني. ممكن تعمل ار دي بي ازور تاخد $200 ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. أتمنى أكون وفقت في الشرح وقدرت أوصل لكم المعلومة. بالتوفيق إن شاء الله. في رعاية الله، مع السلامة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نزلنا نسخة الويندوز إحنا هننزل دلوقتي الأوفيس، تمام؟ من نفس الأكونت بتاع الجامعة اللي هنا أوفيس أبس أند ديفايسز، أنا طالع انستول أوفيس، هينزل لك ملف صغير. بعد كده بتضغط عليه من على الجهاز، بتشغله يعني، بيبدأ ان هو يحمل نسخة الويندوز. بعد ما بيخلص تحميل كل اللي عليك ان انت بتعمل لوج ان بالايميل بتاع الجامعة فقط لا غير، بيتفعل معاك وبيشتغل معاك 100%. After installation start office and sign in with an account you use of office 365 اللي هو الاكونت اللي هو الايميل بتاع الجامعه اللي احنا عاملينه يعني.
بس كده بيشتغل معاك وبزي الفل. بالتوفيق ان شاء الله. اشوفكم على خير في رعاية الله. متنساش بقى تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. مع السلامة.